بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة في جميع أنحاء مصرنا الحبيبة. أهلا بكم يا أبطال في آخر حلقة من حلقات برنامج آخر كلام. النهاردة بإذن الله حلقتنا بعنوان مختارات. مختارات هقدم فيها أهم الدروس المختارة اللي نركز عليها في الفترة الأخيرة ديت، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونلاقي الدروس دي قدامنا بالنص في الامتحان إن شاء الله رب العالمين. كمان من جوة الدروس دي هختار أسئلة مهمة وأنبه ليها وأنبه لإجابتها من كتاب المدرسة تنبيهات في غاية الأهمية. طبعا حلقتنا هتقوم على التنبيهات والإشارات السريعة، ليس على الشرح والاستفاضة لأن ليس هذا مجال. بس قبل ما أبدأ أي حاجة وأي مختارات، أحب الأول تدعو معايا الدعاء ده ونستشعره كده، علشان مهم قوي في اللي جاي. الفترة دي محتاجة قوي الدعاء اللي أنا هقوله ده بجد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. احنا أكيد عارفين الدعاء ده، بس عايزكم تكرروه، بس يعني تتمعنوه. نسألك فهم النبيين، نفهم كده بصفاء، وحفظ المرسلين، ربنا يحفظنا كده ويذكرنا بما نسينا، ذكرنا ما نسينا، وإلهام الملائكة المقربين، عشان لما نقف للحفظ ولا الفهم نافع يوم ربنا يلهمنا بالصواب. لا شوف الدعاء، بقية الدعاء كمان انت محتاجه قوي وانا محتاجه قوي، كلنا محتاجينه قوي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم. وانا حاسس بقى ان طلبة ثانوية عامة دلوقتي هم فعلا الجملة دي عايشينها بجد. ظلمات الوهم، وهم عمال يجي لك وهم انك مش هتحل، انك هتنسى، انك انت بتحل حاجة والحاجة اللي هتيجي في الامتحان دي حاجة تانية خالص. الاوهام عمالة تحيط بك من كل مكان وعمالة تفسد عليك تركيزك وعاملة جو كده غريب كده، من كأننا داخلين نحارب يعني. فدايما استعيذ بالله من الوهم. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم. يا رب خرجنا من ظلمات الوهم، ووهم الجرائد، ووهم التوقعات، ووهم الأستاذ الفلاني قال، الأستاذ العلاني قال، والسؤال ده هيجي، والحتة دي ما جاتش. الوهم ده يا جماعة يا رب خرجنا منه، ويؤمن روعاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء اللهم آمن روعاتنا. الأمن والإيمان يا شباب أهم من الأكل والشرب. يعني سيدنا إبراهيم سبحانه وتعالى لما أول ما دعا رب اجعل هذا البلد آمنا الأول وارزق أهله من الثمرات. الأمن يرزق، الأمن يسبق أي حاجة يا شباب. فإذا يا شباب الأمن والأمان، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم أمين يا رب، يا رب يبعد عنكم ظلمات الوهم ويكرمكم بنور الفهم، ويربط على قلوبكم، يربط على قلوبكم. اللهم أمين يا رب. اللهم أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ما هو ده برضه احنا رايحين للواقع يعني، ساعات البيت ده كان بيتقال في الحرب يعني، لكن إن شاء الله رب العالمين هيثبتكم وهيلهمكم وهينزل عليكم السكينة إن شاء الله. وعايزك كده كل ما تخاف والوهم يجي لك تقوم تقول إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. حقيقة إن معي رب سيدين. سيدنا موسى لما كان مقابل فرعون والجيش وهيقتله وهيموته، فرعون بقى مش ثانوية عامة يعني، ومع ذلك كان يقولوا له، بيقولوا له أصحابه إنا لمدركون، قال لهم لا كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الثقة. الشيطان بيقول لك أنت هتفشل وأنت من جواك إنا لفاشلون، قول له لا 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 كلا إن معي ربي سيهدين. أنا حبيت بس إيه يعني الأول، عشان ده الأساس. لو إحنا خايفين ومرعوبين وصوتنا بيرتعش وإيدينا بترتعش وإن بقى كأني بقى رايح الامتحان ده كأني رايح اللي بحله ده حاجة وحاجة تانية هتيجي خالص، يا جماعة اطمئنوا، أقسم لكم بالله العلي العظيم إن شاء الله العالمين طالما بتحل من المصادر المعتبرة المعروفة من امتحانات ثانوية عامة ومن كتاب المدرسة ومن دليل التقويم ومن كتاب الامتحان اللي لامم ده كله مع بعضه من اللي بيقدمه لك على صفحة أو أي أستاذ ثقة يقدم ما يتوافق مع كتاب المدرسة، صدقني والله العظيم هتلاقي الأسئلة بالنص إن شاء الله. فاطمئنوا بالنا يا شباب، وتعالوا بقى نتوكل على الله، وعشان إيه نخش بقى في الجد اللي أنتوا عايزينه يعني، اللي هو يا ترى إيه يا أستاذ الموضوعات المتوقعة أو المختارة، وعلى أساس أنتوا بتختاروا يعني عشان نقتنع بس يعني، عشان ما يبقاش الموضوع يعني إيه ضرب في الهواء وخلاص يعني. أولاً النصوص
تلاحظ لو عملت عملية إحصائية كده، هي عملية إحصائية، لو تلاحظ إنك عملت عملية إحصائية في النصوص الشعر هتلاقي إن في نصين ما جوش من زمان تقريبا عليهم الدور، اللي هو نص غربة وحنين ونص المساء. مش معنى كده ان احنا انا بقول الكلام ده يعني نسيب بقى المذاكره خالص ونتذاكر دول بس، لا، بقول دول اخر حاجه تقراهم لانهم هم اللي عليهم الدور تقريبا، والممتحن معودنا شويه حكايه ان هم عليهم الدور دولت. فالناس اللي ذاكرت خلاص الحمد لله، نركز بقى على النصين دولت اللي هم المساء وغربه وحنين، مهمين جدا طبعا. بالنسبه للنصوص النثريه اوعى تغامر وتسيب نص، اوعى تغامر. النصوص النثريه دي في منتهى الخطوره، يعني عندك انت سيد قرارك وعندك الصغيران ونظره، لو عايز ترتبهم حسب الاقدميه يعني مين اللي عليه الدور، ارتبهم لك انت سيد قرارك الصغيران نظره، ايه رايك بقى؟ يعني اول واحد مرشح يجي كده هو انت سيد قرارك. ليه؟ لانه ما بيجيش في الدور الاول كتير، ما جاش من زمان، الاسئله يعني استهلكت في الصغيران ونظره كتير قوي، انت سيد قرارك ممكن يلاقي فيه ممتحن سؤال، لكن على العموم النصوص النثريه ما فيش مجال فيها لاي مغامره. يبقى دلوقتي معانا الثلاث نصوص نثريه ومعانا نصين، لو نص غربه وحنين ونص المساء. بالنسبه للقراءه برضو لو عملت عمليه احصائيه، انا هم عملتها بدالك يا سيدي، لقيت ان في ثلاث دروس مهمه جدا وان شاء الله رب العالمين هنلاقي منهم درس. الدرس الاول هو درس قيم انسانيه، والدرس الثاني هو القدس والعقاد. الثلاث دروس دول ان شاء الله رب العالمين تلاقي قدامك درس منهم، قيم انسانيه، القدس، العقاد، لان فعلا برضو بالعمليه الاحصائيه يا جماعه بقول لكم اهو هو معودنا تقريبا بيعمل كده. وطبعا انا بقول الكلام ده حتى لو ما جاش يا شباب احنا مذاكرين، انا بقول بس ان احنا بنحاول نقتنص الفرصه ان احنا لو عايزين نركز خلاص الوقت قل، فاحنا عايزين نركز بقى، فسددوا وقاربوا وابشروا، فبنحاول ننشن قوي، وان ما جاتش بنحاول نقرب، وان شاء الله باذن الله نستبشر خيرا، فبشروا ولا تنفروا. يبقى ده بالنسبه للقراءه. بالنسبه للادب بقى، من الادب ده انا عارف الادب اللي الناس كلها انا حاسس ان انا ناسي، انا نسيت الادب خالص. ما تخافش يا عم، لما تحط قدامك الورقه هتفتكر كل حاجه. سيبكم من الاحساس ده، احساس معروف، وكل الناس، كل اي طالب في الدنيا في اي مرحله بيبقى في امتحان مهم بيحس ان هو ناسي كل حاجه، لكن لما تحط قدام الورقه صدقوني هتفتكر كل حاجه ان شاء الله. بالنسبه للادب بقى، لقيت ان في ادب الشعر في ثلاث حاجات مهمه جدا: الاحياء والبعث، اللي هو المدرسه الكلاسيكيه، سواء الاحياء والبعث او المدرسه الكلاسيكيه الجديده جيل التطوير، دي مهمه للغايه، كمان ما كانتش من زمان. كمان عندك مدرسه ابولو ومدرسه الواقعيه، الثلاثه دول يا جماعه نخلي بالنا منهم قوي ونركز عليهم قوي ان شاء الله رب العالمين. بالنسبه بقى للنثر، يعني انا شايف ان الدور على الروايه بصراحه، الروايه وخصوصا الروايه التاريخيه، يعني تعريف الروايه والشخصيات والكلام ده كله ممكن انتوا عارفينه كله، لكن بتجوا عنده انواع الروايه بقى وايه وتبداوا تهدوا شويه الموضوع. لا، الروايه التاريخيه تحفظوها كويس، والروايه الواقعيه اللي انواع الروايه عموما مهمه للغايه، فخلي بالكم منها، ويا ريت نشوفها من كتاب المدرسه، يعني نشوفها بعينينا كده من كتاب المدرسه مكتوب فيها ايه، ونشوف الامثله لو كان ضارب لها مثل، ونشوف تعريفها واهميتها واهدافها. فالروايه التاريخيه دي مهمه للغايه. كمان عندك بالنسبه للبلاغه بقى شباب، طبعا بلاغه ما تقوليش يعني ما فيش حاجه اسمها توقعات في البلاغه، بس في ثوابت لازم تيجي في البلاغه، يعني مثلا القيم الفنيه، يعني يا جماعه اي حاجه لازم تيجي القيمه الفنيه بتاعتها في اخر السنه، القيمه الفنيه للتشبيه، الاستعاره، الكنايه الى اخره. القيمه الفنيه هي سر الجمال، ما فيش فرق يا جماعه. الايحاء العاطفه زي ما هتكلم لما نيجي نتكلم عن البلاغه، انا بس دلوقتي بقول لك الدروس الايه، الدروس العامه. بالنسبه للقصه طبعا، قصه الايام الناس كلها عماله يعني تجيبني يمين وشمال علشان اقول لهم ذاكروا الجزء الاول بس، انا ما اقدرش اقول للطالب في الدنيا انك انت تسيب 11 فصل وتخش امتحان ثانويه عامه، يعني انا لا استطيع ان انا اتحمل هذه المغامره، ولا الطالب يتحمل هذه المغامره. لازم نذاكر الجزئين يا جماعه، ان جيت في اخر الفصول يعني اللي هو مثلا بتيجي انت بقى على التاسع والعاشر وال11 تبداوا ايه تهدوا شويه كده وتحس انك عايز تقراهم بس، يا سيدي ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. مش معقول يعني هجيب من السؤالين من الفصل ال11 مثلا، يعني لا بصراحه يعني بزودها قوي يعني، لا ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. وصدقني الامتحان هيجي في المتناول ومن اللي انت مذاكره، فما تقلقوش ان شاء الله رب العالمين. لكن قصه الايام حاول قدر الامكان، انا منزل اربع امتحانات، وده برضو نقطه مهمه للغايه، ان الاسئله اللي منزلها في الاربع امتحانات في منتهى الاهميه. يا ريت يا جماعه دي انا بذلت فيها جهد كبير جدا، فيا ريت تراجعوا الاسئله وتراجعوا الاجابات النموذجيه بتاعتها تاني لو سمحتوا، علشان نلتزم بالاجابات النموذجيه. ما هو مش شرط انك تكون عارف السؤال، شرط انك تلتزم بالاجابه اللي انا مجاوبها، مش اللي انت بتجاوبها، اللي ساعات بتجاوبه كده ايه بتجي يمين وشمال او ناقصه او زايده. فعشان كده يا ريت نطلع تاني على نموذج الايه يا شباب، نموذج الاجابه. طب كمان عايز انبه
الى نقطة مهمة جدا قبل بقى ما ادخل في الاسئلة. انا اديتك دلوقتي المختارات العامة واديتك اللي بتقول على التوقعات، يعني قبل ما ادخل بقى في صلب الاسئلة عايز اقول لك ان مع الفيديو ده في مرفق مهم جدا. مرفق يعني رابط كده هتنزل فولدر كده جواه مجموعة من الملفات المهمة جدا. اولا جواه، عشان طبعا انا مش هقول كل حاجة، مش هينفع اقول كل حاجة في الفيديو، لكن جوه المرفق ده هتلاقي اولا مختارات نحوية من كتاب المدرسة، ملف بي دي اف. جوه الملف ده جبت لك جميع أسئلة كتاب المدرسة اللي هي بتاعت التثنية والجمع، واللي هي اربط، وبعض الاعاريب المهمة اللي في كتاب المدرسة، مختارات من النحو. انا كنت طبعا حلل 21 تدريب بالكامل على اليوتيوب، فياريت لو انت سمعتهم فيديو يبقى كويس جدا، لو انت ما سمعتهمش فيديو نزل جوه الفولدر اللي انت منزله مع الفيديو ده هتلاقي جواه هذا الملف المهم للغاية، وهو مختارات نحوية من كتاب المدرسة مجاب عنها طبعا. يعني انا جايب لك الاسئلة ومصنف الاسئلة كمان، وان شاء الله رب العالمين تنفعك وتلاقي منها حاجة بالنص بإذن الله رب العالمين. كمان مرفق في هذا الفولدر اللي تحت الفيديو هتلاقي جواه ملف اسمه كلمات قصة الأيام. كلمات طبعا هو بكتب بالإنجليزي، معلش علشان طبعا ما بيقبلش الضغط بالعربي، فاحنا بنضطر نسمي الملف بالإنجليزي كلمات الأيام. جبت لك للحتة الحقيقة أعمله الجزء الأول كاملا من الأيام، عملت لك جميع احتمالات المضادات والمفردات والقراية، ما تخافش مش تاخد منك وقت كتير، يعني انت ممكن تلاقيهم كتير كده، انا مش عايزك تقعد تحفظ وتسمع، ده انا عايزك تمسكهم كده تقعد تقرا وتخلي بالك، صدقني ما تخافش هتتخزن بلا وعي كده، هتلاقي بتخزن كلمات مهمه. فان شاء الله رب العالمين الملف ده قرايه، وبقول قرايه مش هنقعد نسمع وتقول يا كل ده يا استاذ طب انا هذاكره امتى، انا مش طالب منك تذاكره، انا طالب منك تقرا بس كده معلومات، واللي واختار انت منها بعض الكلمات المهمه حطها على جنب بقراها وانت رايح الامتحان. ده بالنسبه للملف الثاني جوه الفولدر بتاع المرفق مع الفيديو. كمان يا شباب هتلاقوا ملف مهم جدا اسمه بلاغه. الملف ده جواه سين وجيم بلاغه، كيف تجيب على سؤال البلاغه والنصوص، يعني لما يجي لك سؤال الفكر تعمل ايه، لما يجي لك سؤال العاطفه برضه قرايه، يعني ده نوع من انواع بس التركيز المعلومات عشان ما حدش يشوف الكلام ده يقول لك انا هذاكره امتى، لا انا بدي لناس مذاكره، ده مجرد ترتيب معلومات حتى اللي مش مذاكر وعايز يطلع عليه ممكن برضه ينقذ ما يمكن انقاذه من خلال الملف ده. الملف ده مهم جدا وفي ثوابت بلاغيه جوه الفولدر ده، في ثوابت بلاغيه جميله جدا هتنفعكم ان شاء الله رب العالمين، وسين وجيم، وانا هاشير اليها برضو هنا في بعض الكلام اثناء الكلام على الاسئله. يبقى المرفق ده شباب مهم جدا، في معاني كلمات قصه الايام الجزء الاول بجميع احتمالات مضاداتها ومفرداتها وجموعها وغيره، كمان مرفق النحو ومختارات مهمه من كتاب المدرسه، مرفق كمان معاه اللي هو البلاغه وسين وجيم. كمان اخترت لك بعض الاسئله لقيم انسانيه والعقائد، شاء الرحمن الرحيم نحلها مع بعض على راديو بنذاكر. ده كان عن المرفقات المرفقة مع هذا الفيديو. أنبه بقى أخيرا إلى نقطة مهمة جدا، صفحة بنذاكر يا جماعة عليها أسئلة رائعة. زمايلكم كنت عملت لهم رسالة كده قلت لهم كل اللي عايز يسأل في القصة يسأل هنا، فجابوا يعني بعتوا لي كم هائل من الاسئله، وانا الحمد لله اللي قدرت اجاوب عليه وان شاء الله هكمل اجابه. المهم ان انت يا ريت كل اللي بيسمع الفيديو ده يروح على صفحه بنذاكر مع الاستاذ اسامه عز الدين ويبدا يشوف الاسئله سين وجيم، بجد يعني مهرجان اسئله رائع انت فعلا هتستفيد منه جدا، مجرد قرايه برده الاسئله سين وجيم، ما هي الفتره دي عايزه كده مجرد قراءات، واللي ان شاء الله رب العالمين عقلي هيلتقط بعض المعلومات المهمه اللي هتنفعني باذن الله انت ورزقك بقى ان شاء الله رب العالمين. يعني فالصفحه عليها اسئله رائعه في قصه الايام، واسئله كمان رائعه في النصوص والادب والبلاغه. النصوص والادب والبلاغه كنت برضه عامل لهم رساله كده ان اللي عنده سؤال في الادب او في النصوص او غيره يعني ادب ونصوص وبلاغه يبعت لي تحت الرساله دي، ف برضه اكتر من 200 300 سؤال مبعوتين واجابتهم 200 300 ايه واحد باعت ده جوه الواحد ده، ممكن الواحد يبعت له 3 4 اسئله. المهم يا شباب ما تقوليش هتوه ولا اخره، لا بالعكس انت لو قريت الاسئله دي هتستفيد منها جدا جدا جدا، وهتلاقي اسئله كتير اصلا انت كنت عايز تسالها. فاذا بالتكامل ده بالفولدر اللي هننزله جواه المختارات المهمه مع صفحه بنذاكر نقرا الاسئله سين وجيم عليها بهدوء شديد جدا، والوقت ان شاء الله هيتاح طالما بالسريع المفيد وبنقرا وبنلتقط اللي احنا عايزينه. فان شاء الرحمن الرحيم يا شباب بالمرفقات وبالاسئله على صفحه بنذاكر وبالمختارات المهمة اللي انا بدأت بيها النهاردة البرنامج، تقدروا ان شاء الله بإذن الله تحققوا اعلى درجة وتطلعوا مجبورين الخاطر بإذن الله رب العالمين.